أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في العالم. تبرعاته تجاوزت المليار درهم. كلنا سمعنا بوقف المليار وجبة، ولكن السؤال كيف جت فكرة هذا الوقف؟ في رمضان سنة 1441 هجرياً أطلق الشيخ محمد بن راشد حملة العشر ملايين وجبة، وكانت وقتها أول وأكبر حراك مجتمعي لدعم المتضررين من كوفيد-19 داخل الدولة. في رمضان اللي بعده توسعت الحملة وصار هدفها 100 مليون وجبة، وتحولت لحملة إقليمية دعمت المحتاجين في 47 دولة. أما في رمضان سنة 1443 هجرياً الرقم القديم انضرب بعشرة مع إطلاق حملة المليار وجبة اللي وصلت لأكثر من 60 دولة. ولكن الحقيقة رمضان الماضي كان الأبرز في مسيرة هذه الحملة، وتحولت لوقف مستدام الخير فيه ما يوقف، والمبالغ اللي تنجمع بيتم استثمارها في مشاريع الدرعة السنوي مدى الحياة لإطعام المحتاجين حول العالم.